جيمي، نبدا بايه النهارده اللي شفته من رؤيتك من مباراه مصر والجزائر؟ مباراه كبيره، منتخب مصر احنا ده اتكلمنا عليه قبل كده، قلنا الراجل ضم 56 لاعب خلال الفترات اللي لعبها كلها مع منتخب مصر، التسع مباريات اللي خدهم قبل كده، كان مهم جدا انه يبتدي يقلل اختياراته ويحسم مين هيتواجد معاه يشتغل معاه الفتره اللي جايه، مش بس ال11 الاساسيين، المجموعه اللي هتبقى موجوده معاه الوقت قصير جدا من هنا لامم افريقيا. ابتدى ده يبان من المباريات القليله اللي بتجمع فيهم قوام المنتخب بالكامل. ولما ندخل في التفاصيل بقى، واول حاجه عايز اتكلم عليها النهارده محمد عبد المنعم فارق كبير جدا. كان كل لاعبي النادي الاهلي ما كانوش موجودين في مباراه تونس، كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في عملية الخروج بالكورة، كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في عملية بناء الهجمة، الترحيل، شغل بعينه محمد عبد المنعم في المعتاد، خاصة في غياب أحمد حجازي وفي غياب محمود حمدي الونش. عبد المنعم هو الركن الأساسي في منتخب مصر. فما تيجي تتكلم على محمد عبد المنعم النهاردة وتقارن ما بين روي فيتوريا في مباراة تونس، كان في تفكك كبير جدا في خط الدفاع، كان في مشكلة كبيرة جدا في الخروج بالكورة، كان في أزمة للاعبي وسط الملعب لأن محدش بيوصل لهم الكورة في الأساس، حتى لما بيسقطوا في المناطق اللي تفوق فيها النهاردة باكتساح، هنتكلم عليه برضه بعد شوية، تفوق روي فيتوريا على جمال بالماضي. فخلينا نروح على طول عشان الوقت نشوف محمد عبد المنعم النهارده، محمد عبد المنعم عمل ايه وغير شكل الخروج بالكره في منتخب مصر ازاي، ده غير اجادته العظيمه جدا سواء في الترحيل او حتى في بص هنا كريم، وقف هنا ثانيه، لا هتلم الاول خالص. محمد عبد المنعم هو قلب، وقف هنا قلب الدفاع، ارجع قلب الدفاع الايسر لمنتخب مصر، المفروض ان هو رايح الراجل الطبيعي مكانه، ان هو لو ما عندوش الوعي بالمكان وعملية الترحيل هيكمل مع الرجل المهاجم وملوش علاقة، هو قلب دفاع ناحية الشمال، اللعب الكرة مايلة ناحية اليمين بتاعت منتخب مصر ناحية الشمال بتاعت الجزائر، هنا هيعملها فيد هيفيكها الرجل بتاع منتخب الجزائر، ماشي بقى الكرة، ماشي الكرة لحد ما تعدي من علي جبر، علي جبر هنا اتضرب خرج من مناطقه، بقى طبيعي جدا ولازم يرحل محمد عبد المنعم يدخل مكان علي جبر في مركز قلب دفاع اليمين، الراجل خدها راح معاه كملها على عدلتها لحد ما عبد المنعم هيرجع له تاني يرجع مكانه للريبوزيشن وياخد الكره بدون مخالفه، واحد كمل هات الحاله اللي بعديها على طول. فاحنا هنا بنتكلم على ترحيل ناجح، الخروج للمكان، عمليه التغطيه ورا علي جبر كانت بشكل ممتاز مع التزامه بالمان وعمليه الرقابه اللي عملها. يلا اللي بعده، ارجع تاني. هنا علي جبر ملتزم بالراجل الفرود اللي معاه، عملية القطع وتوقع الكورة والانتسيبيشن للمكان الطبيعي، الراجل الجناح بتاع منتخب الجزائر رياض محرز هيحطها للراجل الفرود، مفيش ما عندوش حلول تانية، يا اما هيرجع يحطها ورا في المنطقة السبيس الفاضية اللي تفوق فيها النهارده فيتوريا باكتساح على بالماضي. في كل مناطق الملعب كان عملية الكثافة وتوزيع اللاعبين وعملية الانتشار بتاع لاعبي منتخب مصر افضل بكتير من الجزائر حتى مع النقص العددي. يلا روح بعد القطع على طول، اقطع وروح للحلقة اللي بعديها، اللي بعده النقطة الأهم بقى من عملية القطع، كمل الحلقة اللي بعديها على طول. النقطة الأهم من عملية القطع والتمركز والترحيل وهي الركبات الأساسية للمدافع، بنتكلم على عملية الخروج بالكرة وإزاي أخرج بالكرة في وقت دايماً عندي فيه مشكلة، لعيبة الجزائر كانت بتعمل عملية الضغط من بداية المباراة بشكل ممتاز. كمل، هات الحلقة اللي بعديها على طول. يلا. دي تصويبة من تريزيجيه؟ لا، كمل. ماشي. ارجع هات الحلقة اللي بعديها على طول. هيجي بالك. ماشي. ارجع. بس. وقف هنا. تاني عمليه الثبات، انا ما بروحش مع المهاجم ايا كان المهاجم رايح فين، انا بتمركز في المكان اللي متوقع الكره تيجي فيه، وهنا فرق ما بين مدافع حافظ بس واجبات مركزه وعنده القدره على قرايه اللعبه، قرايه الهجمه اللي عملها مره واثنين وثلاثه واحنا لسه في الدقيقه 22. كمل اللي بعد بس، ماشي بعد عمليه القطع على طول، ماشي بعد عمليه القطع على طول. يلا الحل بعدي، وقف هنا. بص يا كريم، عندي خطين من منتخب الجزائر، اتنين فيهم فرويد واربعه فيهم لعيبه خط الوسط، الخطين اتضربوا بباس، كمل وروح للي بعديها كوبي بيست، الثالثه كانت جون. يلا ادي واحده، اديها 23 اهي القطعه، كمل الكره، كمل هيطلع بعد كده زيزو وتريزيجيه، كمل اللي بعديها في نفس المكان، ضرب خطين باس واحد، الخط الامامي للجزائر في ثلاثه، الخط الثاني في ثلاثه، اتضربوا بباصه واحده، اللي بعده روح اللي بعده هيجيبها لك هي واحده انا بس ارجع. الباصتين الاولانيين كانوا ناحيه الشمال، ضرب بيهم الخط الاولاني اللي فيه اثنين لعيبه بيضغطوا وفيهم اربعه لعيبه في وسط الملعب او ثلاثه وثلاثه. طيب بص هنا، الباص واحد ضرب خطين فيهم الاثنين المهاجمين والاربعه بتوع خط الوسط، هتتحط باص، كمل الفريم اللي بعده، كمل التحرك، الانفراد بتاع مصطفى محمد، كمل بدايته الخروج بالكره محمد عبد المنعم، عشان ما اطولش اكتر من كده علشان عارف الوقت بيجري منك وعشان محمود. محمد عبد المنعم يفرق كتير جدا في منظومه فيتوريا، شفنا حال المنتخب في الخروج بالكره مع
روي فيتوريا في مباراه تونس، نفس المدرب بنفس اللاعبين، لكن الفرق دايما كان اسمه محمد عبد المنعم. عظمه جدا، هو لسه بيعدوا لك.